روز، ما زلتي طبتي؟ يا رب يعينك. لا انا مروح مروح، هاي كنت نخدم. تصبح على خير. عقبت الليل ندري عليها عبد الله وخي. مشي وقتش تثبت الميت؟ تثبت خاتلي انا يوسف خطيني. والله خطيني. اللي خليها بيك محبوب لا فوزة ولا يا محبوبة قوم هالراحة قوم هاي فز هاي محبوبة
مكبوبة ذيك نهار كله هي مكبوبة ليه؟ يا عمر عمر هيا هيا قوموا في ذريشك هيا قوم تينوث قايمي فرحاته هاو كان فرحاته نوذي هيا قوم عاد يفز هيا قوموا في ذريشك هيا هني بتحضركم فطوركم ما تبتور قايمي فرحات تعالي يا زيمة مش حد اليوم يا زيمة تعالي هكا تعالي خليه يرقد تعالي هكا حد ثلاث محبوبة اليوم جو هاي ثلاث اليوم مو محبوبة سيدي ناري سيدي ناري سيدي ناري قوم 8 متاع الصباح قوم عامل قاعدة في البيرو قوم هكا خنتي منها الله يهديك نجوى ناري نجوى قوم قوم فيزا هكا تسكري في البلدية تقوم يا سيدي ناري تقوم علاش هكا تو كان يجينا ما تفقدش نعملو تو هكا قوم فيزا قوم تو لم ناري قوم فيزا تحرك قوم فيسا باش يجوا علينا العباد علاش هكا هكا قاعده هكا شراب وماكله في البير والله يهديك سيدي ناري الله يهديك فيسا لمي شو هما كفايه هكا ولا كل شيء انت قد روحك هكا هكا فيسا باهي نشوى باهي نعمل لك قهوة فيق به تجري مفلس هكاك طاير بينا يا تمشي تبودرك من على ظهر سلحفاه امشي شويه تداخل تغدو مازلت كي بدات الاربع جن باش نفلقهم على خاطري تفلقهمش امشي شويه قالك بدل العجل شدد وقداش باش نقعدوا هكا نمشي بشويه كان هبطت ندب على رجلي انا خلط حتى نيني تهرب بسم بالله خواتري دارت يا عصباح تو واحد تو هكا ماشي في الطباعي قلت بالله تو سواني تو قلنا لك مش لازم سواني شوف لنا اكثر عيد ميلادات هكا اكثر افراح اكثر حاجه هكا علاه واحد جاي من الصباح بكري علاه؟ لا تسخي بروحك مارين مورو واش ناقصني على مارين مورنو؟ ناقصك 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 وسط خالك ها هاي خدتي انت اشب منها اشب منها اسمعني ابدا اللي هو من بعد خذ مين مرحبا بك مرحبا بك وبيك اسمعني يوسف باش نبداو الحوار باش نقدمك ومن بعد باش نعطيك الفرصه انت تعرف بنفسك نعرف ومن بعد باش نسالك على كيفاش قاموا الاتصال بيك باش ترد شنو اللي تعرف نعرف باش تسالني اي ما تعرفش الاسئله اللي باش نسالهم لك اي فهمك باهي ومن بعد نعطيك الكلمه زيد تكلم باهي وكهو يعني مش باش نطولوا ياسر حاول ما تخرجش على الموضوع حاول ما تخرجش على المدرسة وكون تلقائي اغسل الكاميرا وحس خذ راحتك يعني حس نفسك تقوش عليك في داركم يعني عايشك
أما الآن الفقرة اللي تنتظروا فيها الكلكم وهي أعرف حظك مع روزا أو لبراج ينسي السادة المشاهدين أنه لا يعلم هي لمحلة ما نسمحهاش الله سبحانه وتعالى. أما لبراج متاحة وما أنا جيبها لك ستة زيت مرها ما جبتها قد قد سمح نادي يعني مصحيحة معاي نحاول نترجم هل الكوكب أمام أو وراء برج ونبدأ مع بعضنا ببرج الثور ما نعرف كان براج روزا يبدو ببرج الثور عمري ما سمعت واحد يبدا ببرج يعني الثور كان هي مطلع سبحان انت عاد برجك بال هيك يعني. هيك حاجره تقسم كفاك طب تخلص تخلص من الكسل وقوم اخدم وعاون امك يا عمر وفرحات برج العقرب انت في المقدمه اخدم على روحك وما يهمك في حد يا مروه وكان تظلمت تقول حسبي الله ونعم الوكيل عيدا برج الميزان ليك موسيقى برج الميزان كن واقعي بلادك ما هيش خايفة قال لك تحبش تسمع موسيقى اوزن كلامك برج الدلو اضرب عنك سعيد في الطريق على المقبره خلص المبروك استنى هو برج ابحث عن شريكي حياتك ينجم يكون ماهوش بعيد يعني تلفت على اليمين وعلى اليسار ما تبعدش ياسر برج الأسد ساعد شريك حياتك لأنها تعبة سعاد شفتها في السوق تعبة برج عاونها برج العذراء رتب أولوياتك مش نينا العذراء نقص متمهنيش لا لا لا, لا مش نحكو على البرج عبر عن نفسك برج الجدي ركز في العمليات ونختمه برج السرطان وهو برجي أثبت حبك للحبيب يعني الحب ماهوش أقوال الحب أفعال لازم الحبيب يحس باهتمامك كانت هذه فقرتنا أعرف حظك مع روزا نتمناو أنكم تكونوا قضيتوا معنا لوحة نا لا يفطر عايش ولدي عمك العيفة يستنى فيك نا منحبش نمشي نقل شيخ على كيفك مش نمشي تقرا قلت لك نعم حاجه انا مش نقرا فديت شنو الدليل هذا شاد هبطي دي شبيك كلا فيك شبيك ما بي شيء شو بي شيء شبيك نخ ما حبش يمشي يقرا تعب اليوم علاش تحبش تمشي تقرا على كيفك هو يزي مسهل الضرب عندك يا محسن نانا تسمى ضربته تاو ما عادش نربيه اهو يبكي لا مريض بالبكات فل عنده المرض دماغتك نا كلام فيك تبكي كنساء خاطر مسيتك من راسك هيش قاعد بحذاه هيش قاعد بحذاه هيش باش ابدا البرنامج هيش تفر هيش تبكي ها صاحبي مش لازم تمشي للمدرسة انا باش نمشي نحضر روحي ماشي المستوصف ونوصلوك المكتب انا وعمك العيف يسهلش تفرجوا بعد ناس واهل رجوج رجعنا لكم في برنامجكم اللي تنتظروا فيه على احر من الجمر روزا والضيف واليوم الضيف متاعي اسمه قاعد يتداول برشا في رجوج ليامات هذه هذاك علاش قررت باش نستدعاه باش تزيدوا تتعرفوا عليه اكثر كي نقول لكم يوسف هو اللي باش يكون المسؤول على اشغال بناء المدرسه اللي الكلنا نستناو فيها مرحبا بيك يوسف وبيك عايشك كان تعرفنا اكثر على نفسك خاطر ناس رجوج متعطشين انهم يعرفوا شخصك انا يوسف مهندس المشروع الجديد ينسيب كبرت يوسف في يوسف راديو هاي جيش هاي المهندس بتاعكم يتكلم يعني كل هذا بفضل امي الحقيقه امي هي اللي
تعبت عليا وشدت فيا صحيح باش كملت قرايتي، نوجه لها التحيه. اي نوجه التحيه لكل الاباء والامهات اللي يتفرجوا فينا. ولو هو الحقيقه رجوج بلوس احنا ما نجبدوهاش، معناها ما دخلتلناش. ان شاء الله على قريب نسعى لانها تولي الناس كل تتفرج فيها. شفان يوسف يحكي على المدرسة. كيفاش قام الاتصال بيك؟ بعت المشروع. نعم. وكيفاش جيت؟ اعطيني سوريتي. هاي هاني جيتك. هاي الحقيقة سي عباس هو اللي هو خالك. اتصل بيا. خالي صحيح. حكى لي على المسؤولية هذية متاع بنيان مدرسة، فرميت روحي الحقيقة من غير تخمام. احنا هكا في العائلة الكل نحبوا المسؤولية. كاتك هيك الدنيا باردة عليك، البسي. شو يوسف؟ شو ياخذوا اللون؟ هذا يوسف. هكا بحماس. وحليها كبر. زيد احكي لنا كيفاش يعني جات البادرة هذه نتاع بناء المدرسة، واعطينا أكثر تفاصيل. يوسف يوسف وسط خلنا. يعني الحقيقة المدرسة أنا توا المسؤول عليها، ومعايا فريق عمل ممتاز عندهم ياسر خبرة، قدور عبد الله خاصة يعني قديم برشا في مجال فرحان. نعم راح راح فيك في الترس. لا يا فرحان تم عادوا فين؟ عادوا فين؟ أخوه تبارك الله عليهم كلهم ناشطين وحاملين مسؤولية. قدموا لهم تحية. شوفي شوفي ولكن كان زيد تحكينا يعني كيفاش قاعد كيفاش تمولوا في المشروع، يعني شكون اللي وراء تمويل المشروع هذا؟ ثم الحقيقة تو برشا صعوبات في التمويل، فهمتني؟ يعني خذينا تسبقة لكن ما هيش كافية، وعندنا برشا نقص في السلعة. لكن كيف ما قلت لك متحمسين باش نكملوا المدرسة برغم الصعوبات هذه الكل. احلى كلام. لكن اكيد يعني تلقاه حتى هو كان مريض بالبكاء وهو صغير. عظيم كيما هكا مش باش يخليوكم، واكيد باش نولي كيفكم على قريب. يوسف نخلي لك كلمه الختام، يعني نحبك توصل للكاميرا وتحكي مع ناس الكوج اللي يحبوا يتعرفوا عليك اكثر. ناس رجوج نحبهم يتعرفوا عليا بالفعل مش بالكلام. ونعرف أنه برشا ناس كذبوا عليكم بمشاريع وهمية، يحطوا حجر رصاص وبعد يمشوا على الواحد. أمانة يوسف جيت باش نبني مدرسة وباش نبني مدرسة، هذا وعدي. بعد ثلاثة شهور كل مدرسة موجودة لبنات وولاد رجوج، كلمتي باش نكون عندها. شكرا شكرا يوسف، شكرا لكل من تابعنا في برنامجنا روزا وضيف، وان شاء الله نرجعكم على قريب مع ضيف جديد. الى اللقاء. دبوك بوك هام يا بنو هاك هاي نمشي ياخ نمشي ياخ شنو اللي انت باش تبني المدرسه؟ يعني غلطت في نفسك انت ولا شنو حكايتك؟ غلطت في روحك يعني؟ وليت لي انت البطل يعني؟ وانت اللي باش تبني المدرسه وين ولورال في هذا كل؟ انت تسمع بها رجوج قبل؟ تسمع بها رجوج تعرفها وين جات؟ تو اللي تنقذ في الصغيرات وحس عليهم؟ شنو اللي ماكش باقي تحب تتكلم؟ انت وفريق العمل يعني ابطال انتوما، والسيد يعني الفلوس وصعوبات وصعوبات ماساه رديتها لي. لا جايبتك بالهنا باش تحكي على كيفاش قاعد لورال يعطي فيك في الامكانيات تبني المدرسه، وانت تقول لي لا انا البطل لا انا عملت. شنو هاد؟ سامحني البرا عايش خويا، سامحني البرا. انا اللي غلطه اللي استدعيتك. انا اللي تعدى. البرنامج تعدى، البرنامج تعدى وما فيه ما يتصلح، وما فيه ما يتصلح. راني مش نتشل، راني مش نتشل. دم روزه ما سميتش البنايه كلنا. انا بنايه نتاعك، انا بنايه. راني مانيش في راني مانيش في بلاصتي. راهو باش يجي نهار وراني باش نمشي ونخلي اه الرقوش في رقوش. عايشة اللي أنا مش عايش ولدي. أي سيسي روح. وينك؟ هاني هاني قلت لك وينك؟ لا لا في الدار. الدار جاني تو. باهي تو. باهي نجيك تو 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 تو. باهي
شاء الله ما شاء الله سي الشريف. هاي مش ظاهره مش ملا جايين برشا عبيده. استدعيتي طرات رجوج الكل ما حد حتى حد ما جا لتو. اللي جي زازي سي الشريف هاي ها وصلوا ها وجاو جاو. مرحبا بكم. كما تعرفوا اليوم تحولنا على المكان الى مركز رجوج باش نحضروا حفل تكريم الزميل شريف بن حليمه، نشكره على 35 سنه من البذل والعطاء. كما تعرفوا الامن مرفق عمومي وامامنا ملفات حارقه ولا بد من استمراريه الدوله، لذا قررنا تعيين رئيس جديد على مركز رجوج وهو انسان مشهود بالكفاءه والجديه باش يكون رجل المرحلة القادمة، وهو السيد عدلي زرقاتي اللي نتمناه له التوفيق في مهامه جديدة ونطلب منكم باش توفروا له كل ظروف النجاح وشكرا. كل فيك. إن شاء الله مبروك خويا. لاباس هاك بعد اقعد اقعد. لاباس شبيك ما قلتليش للميدة تصبت؟ خو في بالك باهي مش تصب الميدة؟ لا ما في باليش والله سيدي، سبناه البارح الا بشق الانفس. فهمت انا تو المدرسة نحب ناخذ فيها وقتي، ما نحبش زرب ميسالش. ما واش نعطل الخدمة؟ هاي كيفاش توا كدريري باش نقولوا ليه؟ مو مالي رقوش اللي استنى وناش يهمني. انا قلت لك نحب المدرسه تاخذ وقت. يا ولدي اعمل عاقله ما عادش تناقشني. طبق طول تفهم فيا ولا يا عباس؟ يا ولدي وش بيك ما عادش تناقشني. يا ولدي افهمني وش بيك ساعات تبدا هكا تخج؟ وش بيك لاباس؟ مش مهبول. هي يا ولدي اعمل عاقلك. انا مهبول عندك. ما كنتش مهبول. انا مهبول عندك. قدرك يا عباس خرجت من سينتي. ورل ما عادش تعودها معاي. قول ليوسف يجي يتعشى بحذاي. كنت حاسب وجيعة ولا حاجة؟ قول لي. لا لاباس. تحب نجيب لك اسماء ولا حاجة حلوة كانت حسب الفشلة؟ لا عايشة ما نحبش. هاك تبارك الله عليك ما تخافش من زرارق. أنا عندي فيلم اللي بخاف منه. زرارق؟ باهي زرارق. زيد عيط زيد. حتى أنا تو نعيط في كلينيك صحيح بروحي. سانتي بوبليك لهنا سي بون كهو. توجع فيك؟ لا لسه نستعد. زريقة مش في نفس العركة. هي المرة اللي فاتت حطيتها في اليسار. خاطر اليد تنجم تغير من اختها ما بتعرف. موضوع الغيرة هذا موضوع كبير عاد في رقوش. كل عام حرب. حرب أهلية موتى ومجريح على موضوع الغيرة. بالله. ما يلعبوش رجال هنا نساء ما يدور بهم حتى حد. الحرب الكلها على خاطر راجل سلم على مرأة باليد. أخي شكون؟ ولات حرب. ما سمعتيش بها الحكاية؟ والله لا سمعتها. معروف. معروف. مضغوطة نحس فيك مضغوطة هكا. مضغوطة هكا ستريسي. لا لا ضغوطات داخلية خارجية بريسيون. لا لا والله صاير فيا دكتورة. استحفظي على روحك. ردي بالك على روحك. طلعي حيط طلعي حيط طلعي حيط. ما يهمك في شيء. اعملي موزيكا جو اشطحي. تشطحي مليح انت. نشط مزيانة انت ناجية مزيانة مزيانة. ديما مع ذاتك العزيزة ترونكيل زين مع ذاتك العزيزة. لا الغش لا. اي نعم طلع عليك نقص من العيال طوى. ما قلت لك ما تعيطش عليا. قلت لك ما تعيطش عليا.
أي يا سيدي، أهلا وسهلا، مرحبا بيكم. اليوم شذوقوا معايا شربة بتاع مرمى جيل، حاجة ولا في الخيال. حطينا البصل، قطعناهم طرف صغيرة، وحطينا عليهم الطماطم، وهكا نخليوها تغلي شوية باش تجينا شربة بنينة. في بلاستيك تحب نجيب لك طبيب بابا؟ لبيس وليدي لبيس، هيدو بايك حياته كلها يخدم في المرمى ويهز في شكاير السيمان على ده ويفرغ في كمين الرمل والشرشوب. اشتابهم يقولوا علي البناي بدن كيما انا حاير في سطل بغري وبخلو بيوش. ما هو صح أهم من كل شيء. هاي هاي عايش وليدي. لبيس يا عبد الله. لبيس يا قدور لبيس. صدري كبش علي. وعندي ضيق نفس. يظهر لي هواء قديم تحير لي. تاخذوا نصبح لبيس كنده روحي بشوية أبو فيس. سن برا من كسكروت. عبد الله. نوكل الولد ونعيش. يا عبدال صحتك ابجي رد بالك على روحك واني ما بينات قبل راسك. هيا كمل شكل كفراج انت. نار أعظم اكتشاف عرفته البشرية للطاقة. للدياب للدفاء. بروميثيوس سارق النار، هو اللي اختطفها من الآلهة واعطاها للبشر، وتحكم عليه انه يتصلب يتعلق وتجي الطيور تنهش له لحم. أول ما يعاود اللحم يطلع من أول وجديد تعاودوا الطيور نفس الشيء. وبنادم يحتمي بالنار في هالبرد الأطراف، صوابع الساقين، الأجناب، اليدين، أهم بلايس لازمك تدفيهم وقت اللي تبرد، سينو تتعطل الدورة الدموية والأكسجين ما عادش يوصل للأطراف. وقتها فما بلاصة في الدماغ اسمها الإيبوتالاموس، تعطي أوردر للميسكل باش يتحركوا. المسألة متعلقة بالخوف من الموت وتأثر زادة على المزاج والحالة النفسية. عدلي رئيس المركز الجديد سي الشريف، نعرف عليك أكثر من تنجم تتصور. كمل 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 أحرق. سامحني كمل الدفة.
ملا برد ملا برد. منير انت وين؟ عندك زوز فصمات والدخان الدخان الدخان. هني جاي سامحني. واش بيك انت؟ فايقه بكرة. اش تحب؟ اش تحب؟ وين تحب توصل؟ وين تحب توصل؟ رد بالك وين تحط ساقيك منير خويا. اللي في مخك كله غلط شام. اي غلط. خلينا نمشي نبدل الفصمة. اي واعمل شخصيه روحك هكا كتافك وعينيك كتافك هكا. الشريف سي عدلي اتفضل اتفضل. سامحني. يا مرحبا بيك. كيما تشوف سي عدلي ما عندك ما تصلح وما عندك ما تبدل. الامور كلها على احسن ما يرام. كنت حافظ عليها اكثر من داري. ماك تعرف المسكن الوظيفي أمانة. بارك الله. دار مزيانة روحها خفيفة. أما عندك ذوق أنت والمدام. مغرومة بالأنتيك. تحب الأمور الكل منظمة. لكن نبدأ داخل الدار نبدأ خايف. نبدل حاجة لمضربها تعمل لي شهر. تسيق نهار بعد نهار. والحوايج ما نحكي لكش. أنا فكرة أوكا غسلت لك الفرارش. مش كي تجي تلقاهم مضاف. أعطيها ألف صحة. سي شريف أنت أمني باهي بتسمع برشا كلام عليك توا. بلغتنا نحنا شباب توا تلف. نجم نرجع لك مرة أخرى كان تحب. ما زدت تلم في أمورك يظهر لي أنت والمدامة ما نقلقكش. عندي ولد عمي أنا النجم كن راسي بحذاها يا مات. نرجع لك مديدة أخرى. لا لا فماش علاش. توا فيسع فيسع لمو هي عندي كاميونة جاي عندي ثنية طويلة. في ماشي انت ماكش من راكوش؟ لا ماشي من راكوش. نمشي نسكن بحد بي في الفيلاج. بي عندي 35 سنه في الدار. عدينا انا ومرتي احسن اوقات متاع عمرنا. كل تركينا فيها حكايه. ربي ما رزقنيش الذراري اما اعطاني مره طيبه. وانت معرس؟ نستنى في صغير. ربي يوصل بالسالم. عشك هاي ذول الكاميون جت. قلبي بيت قلبي. سي شريف استنى نعاونك شوي. بس شوية المرأة بعيد عليها بعيد عليها. على خير على خير. هاي عيدة هاي عيد حبوب شد روح بذيها تنجي مرة. وش بيك لباس؟ وش بتقول لي فيهك؟ وش نقول لك محبوبة برا وح تنجي؟ هذي على خاطرك تبيع خير منهم الكل. أم ها؟ على خاطرك تبيع خير منهم الكل. أم هيا شد هيا. وش بيك؟ شد شبك تقولي فيها؟ فاش نقول لك وين مشات تنجي محبوبه برا وحتى تنجي ما نقطعش بقى بلا بلا قولي لها محبوبه تنجي قلت لك تنجي في بالي بك تجي. عندي قاضيه محبوبه عندي قاضيه. ايش ليه قاضيه؟ وش يهمك؟ حتى تنجي برا وح برا برا لا خاطر كثرة قضياتك. البارح عندك قاضيه والثلاثه اللي فات عندك قاضيه ونهار الخميس اللي تعدى عندك قاضيه ولا عمرك روحت لنا بحتى قاضيه. وين ماشي؟ عندك مشكله انت؟ عندك مشكله؟ ما عنديش مشكله. لما تو انت معناها شنو القضيه اللي باش تعملها؟ تو السوق سكر الحمام سكر الخياطه سكرت شنو القضيه؟ مش المستوصف تدق زريقه محبوب برا وح محبوب
برا وحتى نجي برا. انا مروح مش طبطب. امشي عاد والحمير المستوصف امحوا براو تي براو محبوبة تي براو. وقالوا لي جاي وقمت نكحل ونفوح حضرت التاي وقلت من الابعاد مروحي وطال المشوار يا حبابي والعقل احتار يا صحابي. وقالوا لي راح وقلت اجعل تهلا روحي. هاي عيد هاي علي سلامتك. شفت ايش عملوا كالصغار؟ كسروا لي البلار البر. شبيك ساكت؟ شبيك متغشش؟ فاشي يبيع ليش عملت؟ يكلمني. استدعيتيه يوسف. يا اخي مش انت قلت لي استضيفيه؟ لاني نقول لك اعملوا تعملوا. عمل اللي تقول لي اعملوا نعم. وانا قلت لك زاد خليه يحكي على روحه وما يجبدش علي جمله. يا ودي غدرني. وصيته في اول البرنامج قلت له ما تخرجش من الاسئله اللي باش نسالهمك واحكي على صاحب المشروع. يا اخي نلقى الطفل يحكي على روحه وانا وباش نعمل وباش نعمل وفريق العمل متاعي. اما والله عملت فيه مسحت بيه القاع واسال حتى المخرج وحتى من بهيم قلت له راك بهيم وطردت من الاستوديو. هاي امال ديزي برك. ونقول لك حاجه، هي راهو الحصه نتاعك تعديت خير برشا، يعني ما فما حتى علاقه بيناتهم. انت عرفت تتكلم خير هكا وحتى الناس انبهروا بيك وحتى فريق العمل قالوا لي من احسن ما عملنا. كلامك خير وضحكتك خير وهرتك خير وريحتك خير. هزي عاد هزي برك. ما عادش متغشش. نمشي نحضر لك حاجة. مانيش مبطي، عندي مناعل. علاش ماكش مبطي؟ على راحتك. انا بربي فما حكايه نحب نعملها. شنو الحكايه؟ لحظه. تي قوم قوم. هي شحك هي هك. ما تخرجني من رجوجي نضيف. اسمعني نحي نحي هاي. انت تحطي ديك لن نحط هك. هاي امشي امشي كمع مع الواحدك هك. صحيت صحيت. محبوبة ولا مش محبوبة؟ محبوب. خليني نثبت شو نغلطش كما المرة الأخرى. طب محبوبة ولا مش محبوب؟ ها هاك مش حمها والحم. كنت زيد تعطيني ضحكة باش نثبت في السنة. محبوب هي هاي تفضل شو تحب. هيا اطلع حنوصلك. ما تخافش هكا وحدك في الظلمه. خايفه من الشمس لتحرق لي وجهي. هيا اطلع. خايفه من الريح لتطير لي شعري.
باهي هاي نوصلك. خايفة من كلمات الناس في التراك، خايفة من الذيوبة اللي تنهش لي لحمي وتاكل لي لحم. محبوب أنا هو البرد كلاني أطلع. وعليه؟ وعليش ليه؟ هاي مسفية مزنتي مرة أخرى؟ محبوبة مبروك. محبوبة يا اخي هذا خطيبك كل مره يطلع لي هاي نجم تقول خطيبك خطيبك محسوب خطيبي كيف خوي هات بحال خير باين عاودوها مره اخرى شنو حكيت التوك توك نعاودوها كلمه كلمه هات بحال خير يا دي قدرة شبيه يا دي مبروك مبروك يا زبك سلام بابا ايش هنا وين كنت يا طول؟ كنت نخدم تخدمي؟ قلت لكم وين كنت لعقاب الليل؟ ومع شكون كنت؟ ها؟ تكلمي مع شكون كنت؟ ما قلت كنت نخدم مروحة تضحكي عقاب الليل وانا مطيش في الدار هنا وانت تركبي في توك توك مع الرجال تكلمي وين كنت؟ يا هدسي بايك ها؟ تفضل خويا نعاونك في حاجة؟ خويا سامحني جيت باش ناخذ ورقة صبيتها المرة اللي فاتت، مطلب نتاع بتروى. أي جيت نحب نستلمه من السيد اللي كان يخدم هنا في البيرو. عند شكون صبيتها؟ ما نعرفش هو راجل أنتم تاخذوا على بعضكم معناتها في البوسطة تخدموا على بعضكم. وقتاش صبيت أنت قول لي بالضبط؟ ما عنديش برشا ما نحب نحكي معاه هو فهمتني الخطر هو فهمني. لا لا مش موجود هو أنا تو هنا موجود. أنتم الوقت نتاعكم ديما هكايا مرتاح معناتها تدخلوا تخرجوا كيما تحبوا مش إدارة حكومية. لا 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 لا, لا خويا هذه خصوصياتنا ما تدخلش فيها ندخل وقت اللي نحبه ونخرج وقت اللي نحب. فهمتنيش خاطر أنا الفضول يحركني ونحب نكتشف له بلايص. أنا الفضول وأنا أكتشف نتاعك يا سيد. أمر راهو هنا مركز راهو مركز راهو. عدلي رئيس المركز الجديد. مرحبا بيك سي عدلي. سي ناصر تسمع بها قداسة العمل الانضباط النجاعة المردودية القد قد الريقلة 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 كلمة مقالة الوقت 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 معش نحبك تجي مأخر سي ناصر عندي عقاب ساندويتش في البيرو هاي تجي تاكله معايا الو الو اهلا خال تسمع فيا نا شفتني في التلفزه اليوم تسمع فيا يا خالي بشوي بش علاش تعيط تسمع فيا الو وي خالي الو نورا المستدعيك للعشاء اه هو مستدعيني للعشاء اي بتبيع بتبيع اذا كان استدعي نجي بتبيع بتبيع خال باهي داكوردو باهي تهنى باهي هات نحضر روحي لا لا ما تعشيتش لا لا باهي باهي اكبس 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 يا خالي شفتني في التلفزه الو نورال هلا عيني ها سي يوسف عسلامة سي محسن اهلا بنجم الشاش اعطيك الصحة استدعيتني في دارك ماشي دار هذا كوري كوري هذا كوري دوجة عندي كيف نروح في الليل ونبدا نتحدث معاه ساعات بالسواية تحكي له دوجة ذي بقرتي دوجة حبها ياس غرام يعني هاي ايه دوش ما شبه
يوسف اش تعمل؟ هادي خليه حاب تصور معاه برا يمشي تصور معاه برا تصور معاه لا لا ايجا منا ايجا منا صورك معاه منا ايش يا طال نجيع منا اقعد انت منا اقعد انت اقعد انت منا هاي بيه هاي بيه عجبتك هاي لا تخذلك يا بكرة هاد جدوج الرية حكايتها حكاية عشير نحب أكثر من عبيه نحب أكثر من العيفة برك الله إيه راح نروح يا الحب يا قلبي بنينة دوشة ده من الأسامة ده يوسف يوسف تفرش تيك في البرنامج هاي بيه هاي هاي مسرح تتكلم هاي بيه أنا مانيش مستأنس بالكاميرا إذا بعد يتنفس قدام هاي تنفس لما أنت تنفست وقلت حاجات غلط عليه؟ قلت مثلاً اللي أنت صاحب المشروع وأنت المسؤول الأول هاي قصدي هالمرمى معنا هو هذاك هوش قصده خلينا نحكي هي ما همشتني روزة ياسر مزيان في مليش أنا بنت مزيانات قلت في رقوش يوسف وقلت زادة إن المشروع بش يقعد 3 شهور مو صحيح علي؟ أنا قلت لك مزروب لا تشكون جيب خالي وخالك تشكون جابك؟ دراجوش؟ لا اللي هو؟ بهمة العاصمة مش مستانس بيه ضحكات كيفي ها؟ ماذا بينا تحل شوية في المرمى ومتعين برفخية لما نعلم واضح باه 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 كيف متحل كديش باش تقعد المرمى قد متحب هذا يذكى العاصمة دي منيش مستانس بي صحيح هاي كمل عشان كمل عشان محسن يبليها بالحليل Boop, boop, boop.